بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا بادئين الاسبوع اللي فات سفر هوشع واتكلمنا عن الاصحاح، والحقيقه لما نيجي للاصحاح الثاني هنلاقي فيه يعني معاني جميلة قوي، كأنه بيكمل الرحلة بتاعت الإصحاح الأولاني، فالإصحاح الثاني بيبتدي بكلمة شوية. يمكن لو تاخدوا بالكم المرة اللي فاتت إنه هوشع جاب ثلاث ولاد، جزرائيل ولعمة ورحامة، فيبتدي هنا في الإصحاح ده هوت يقول قولوا لإخواتكم نعمة وإخواتكم رحامة. هنا طبعا يعني بيبتدي بالاسمين دول علشان يقول لنا يا جماعة إذا كان المعنى بتاع الاسم الأولاني إن الله لا يعود ليرحم، فربنا برضو مرحمة كبيرة مش ممكن يصر على الموضوع ده هوت، خاصة لو هم طلبوا مراحم ربنا. والاسم الثاني رغم اللي معناها أنتم لستم شعبي، وطبعا دي يا جماعة نتيجة طبيعية للخطية وعدم التوبة. والحقيقة الإصحاح الثاني عايز يقول يا جماعة لو ما كنتوش شعبي ومش هت يعني مش هتكونوا متمتعين بالمراحم بتاعتي. فبالتالي يبقى هو هنا لما بدأ الحكاية دي كأنه عايز يقول يا جماعة أنا بنقول لكم يا ريت تتوبوا علشان تتمتعوا بمراحمي وتبقوا كمان من شعبي. والحقيقة يا جماعة هنا هتلاقوا حاجة غريبة شوية، انه بيقول كده يقول حاكموا لأنها ليست امرأتي، لست رجلها لتعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. هنا الحياة الإصحاح يا جماعة زي ما انتم شايفين بيبتدي يقول يا جماعة احكموا بيني وبين أمكم. وطبعا لو تاخدوا بالكم من الحكاية دي هتلاقوا في الآخر نتيجة ان هم ما سمعوش لكلام هوشع، وبالتالي هتكون النتيجة ايه لما بيقول لهم احكموا بيني وبين امكم، خاصة يعني شعب بني اسرائيل هم اللي رفضوا ان هم يتوبوا او يقربوا من ايه من يعني العلاقة المقدسة لربنا. وبالتالي ربنا بيقول لهم اعتذروا عبادة الأوثان. يا جماعة خدوا بالكم الاستمرار في الخطية في قلوبكم هتكون بالنتيجة انتوا ما بتتوبوش. هتكون النتيجة يا جماعة
نتيجة ان ربنا يسيب بني اسرائيل ويروح لمين؟ ويروح للامم. ولما تفكروا في اللي حصل مع السيد المسيح جاء الى خاصته ولم تقبله. في الاول كان بيقول للتلاميذ الى طريق امم لا تذهبوا والى مدينة تمنين ما تروحوش. بعد شوية بدأ ربنا يقول لهم روحوا لأورشليم واليهود السامرة وأقصى المسكون. وبالتالي هنا لما بيقول لهم بين أمكم، يعني يا جماعة إذا كانت أمكم أو بني إسرائيل رفض إن هو يقدم توبة، وبالتالي هتبقى النتيجة صعبة جدا. هتعمل ايه يا ربي؟ يقول خدوا بالكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لتعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. عارفين يعني عايز يقول ايه؟ قشامك شوف، يعني اي واحد يبص عليها يقول ايه؟ دي ماشية غلط. ولو تاخدوا بالكم يا جماعة تلاقوا في الكتاب المقدس في العهد القديم في العهد الجديد من الناس اللي قابلهم المسيح وكانوا خطاة ما كانوا أسمائهم. يعني ايه؟ هم هنا الوضع بالنسبة لهم انهم مستمرين في الخطية وما فيش توبة. واكتر من كده يقول فسقها من بين، اذا كان باين على وشها ان هي من سنه خاطيه، ده الخطيه دخلت بين الثديين، يعني دخلت على الايه يا جماعه؟ على القلب على طول. يعني القلب بقى مليان خطيه ومليان شر ومفيش اداد لانها توب. طب يا ربي انت يعني بتقول احكموا بيني وبين شعبي، يعني يعملوا حاجه؟ طب هتعمل ايه انت يا ربي؟ قال يا جماعه لئلا اجردها عريانه واوقفها كيوم ولادتها واجعلها كقفر واصيرها كارض يابسه واميتها بالعطش. خدوا بالكم يا جماعه الحياة لما ربنا بيقول أنا هنجردها، عارفين يعني أنا بحس كده جردها يعني وشال الخلق بقى في حالة عرج وقفها زي ما تكون يوم ما اتولدت. كل الحاجات ديت كأن ربنا بيقول هي خائنة، وبما إنها خائنة ومش عايزه تتوب انا هنسيبها ايه وتوصل في الاخر انها تبقى عريانه. مش كده وبس، يقول واجعلها كقفر. الميه يا جماعه مصدرها ربنا، وايه وعلامه بركه ربنا في حياتهم. لما يقول نوقف هنخليها يعني في حاله قفر كده، مفيش مية مفيش بركة مفيش ثمر في حياتهم. ويصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش. يا جماعة إن ربنا بيقول حاجة مهمة قوي، لما الأرض تنشف ويبقى ما فيش مية يبقى لا فيه قمح ولا مستار ولا زيت، الثلاث حاجات اللي هم ربنا كان بيشيلهم منهم. القمح طبعا بيلمس كده في العهد الجديد القمح والمستار. المستار ده اللي هو عصير الكرمة اللي هو بيبقى الأبركة يعني، فالاثنين بيلمزهم لجسد المسيح. وفي نفس الوقت الحكاية برضو مفيش
قمح ولا مستار ولا زيت، والزيت دايما بيرمز لعمل الروح القدس في ايه؟ في ولاد ربنا. ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا. ربنا بيقول الحته دي مهمه قوي يا جماعه، يعني عايز يقول ان البيت والاب والام لهم تاثير كبير جدا على اولادهم. وطبعا هو قال لا ارحم اولادها لان اولاد زنا، ده واقع، لان هو لما هو شعر ربنا قال له روح خد امرأة زانية، يعني هي الحكاية كلها زنا في زنا. فبالتالي هو لما بيتكلم عنه بيقول يا جماعة خدوا بالكم، أنا لا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي. يعني حاجة صعبة قوي لما يسيبوا ربنا ويمشوا في الخطية علشان يوصلوا في الآخر لإيه؟ عشان زي ما تبقاش عطشانة ولا محتاجة لحاجة. وهنا دي نقطة خطيرة يا جماعة، إن الواحد ما يبقاش عايش حياة الاتكال على ربنا. يعني بيني وبينكم أنا أفكر في شعب بني إسرائيل نلاقيهم أكثر ناس اختبروا عمل ربنا في حياتهم. يعني لما نفكر مع بعض ونروح على مثلا موسى لما وقف قدام فرعون، المعجزات اللي حصلت علشان قدام فرعون عشان ربنا يطلع الشعب بتاعه، يعني المفروض ان ايه؟ مفيش بعد كده، مش كده وبس، ده خلوهم يعبروا البحر ويغرق فرعون وكل مركباته، من بعد كده يعرهم في البرية 40 سنة. وبالتالي لما يعرهم 40 سنة يبقى مفروض ان هم ايه؟ ان هم ما يجروش ورا اي حاجة زي كده بعيد عن ربنا. لان يا جماعة انا دايما بنحب حاجة الحياة في حياتنا كلنا ان احنا نبص لورا شوية نشوف عمل ربنا معانا، لان لما نعرف عمل ربنا معانا هتكون النتيجة يا جماعة يزداد ايماني وثقتي في ربنا، وفي نفس الوقت ايه؟ يعني تكون النتيجة ان انا مفيش وقت ابدا يحصل ان انا نشك في عناية ربنا او محبة ربنا. خدوا بالكوا الحتة الجاية مهمة قوي في عدد 6، هو لذلك انا ذا اسيد طريقك بالشوك وابني حائطها حتى تجد مسالكها. خدوا بالكوا الارض لما تبقى جافة ما تاخدش مية كفاية تعمل ايه يا جماعة؟ طلع ايه؟ طلع شوك. طب يا رب الشوك ده علامة لعنة احنا عارفين. يقول لا، انا هنسيج حواليها بالشوك علشان محدش يجي ناحيتها او محدش على الخطية مهما كان. وفي نفس الوقت انا هنبقى حائط بينها وبين العالم علشان نحفظ شعبي من الخطية. يعني لما الواحد يفكر كده، اذا كان ربنا في العهد القديم كان بيعمل كده مع شعب بني اسرائيل، قد ايه يكون بيعمل معانا دلوقتي؟ يعني
دلوقتي لازم هيكون بيدينا كل حاجة، وفي نفس الوقت هتكون متحصن بشوك وبحائط علشان محدش يقدر يدخل حياة الواحد. يبقى هنا الحماية والحصان اللي ربنا عطاه لنا تخلينا نبقى عايشين حياة قوية. فتتبع محبيها ولا تدركها، وتفتش عليهم ولا تجدها، فتقول أذهب إلى الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. مستمعين المنظر يا جماعة، شعب بني إسرائيل عايشين الخطية وعبادة الأوثان، فبيجوا ورا أي حاجة عشان بتتبع محبيها، بتحب شعوب غريبة وتبتدي ترتبط بعبادات غريبة، وتفتش عليهم فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول، حينئذ كان خير لي من الآن. الحتة دي جميلة وصعبة شوية. يعني إيه يا جماعة؟ يعني بعد ما هي عملت كل اللي عملته بدت تفوق ولم متأخر، وقالت ايه؟ اذهب وارجع الى رجل الاول. طب رجعت وتبت ليه؟ خدوا بالكم يا جماعه الحته دي مهمه قوي، علشان حينئذ يكون لي من الان. ايه اللي بيحصل؟ هي تابت ورجعت لربنا علشان بتدور على الخير والعطايا بتاعت ربنا، مش بتدور على ربنا. ودي حته صعبه قوي ساعات كتير احنا ما فيها. يعني انا فاكر حد من الاباط كان بيقول، يمكن ابونا بوزوش، والحقيقه انا طبعا عارف الكلام ده وشايفه، يعني كل الصلوات اللي بتجينا على المسبح كلها من اجل ايه؟ ارضيات. مفيش حد طبعا ابونا يعني يا ريت نصلي القداس ده من اجل توبه فلان، او من اجل سلام الاسره الفلانيه، او من اجل خلاص النفس الفلانيه. يعني نبقى مشغولين في صلواتنا، مش بان احنا عندنا ايه وعلاقتنا بربنا جابت لنا ايه. لا يا جماعه، عشان كده وهي لم تعرف اني اعطيتها القمح والمسطال والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوها لبعل. يعني هنا ربنا بيقول هي جاهلة عشان تاخد مني. ايه رأيكم؟ يا ما عطتلها، يا ما عطتلها. عارفين الابن الضال يا جماعة المنظر ده بالظبط كده. الابن الضال ياخد كده نصيبه ويروح يبدد معيشته وعيش المسلم. نفس المنظر بتاع شعب بني إسرائيل، لأن كل همهم قمحي ومصاري وزيتي. ويرجع ربنا تاني يقول والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحدا من يدي. الكلمة دي أنا عايز جماعة علشان ما نقولش ربنا يعني كمل عليها. لا، انا عايز اقول لكم في فرق بين ارادة ربنا وسماح ربنا. الله يريد ان الجميع يخلصون. عارفين سماح ربنا دايما بندي مثال، يعني يمكن انا يعني شفته في الحياة العملية. المثال ده يا جماعة، ابنك يجي يقول لك يا بابا انا عايز نروح السينما الفلان، تقول له لا يا حبيبي مش هتروح. يقعد بقى يزن، وبعد ما كان هو اللي بيكلمه بس يروح لمامته ولا اخوه، عارف في الاخر انت تعمل ايه؟
طول الأمور. هل أنت وافقت؟ أنت سمحت عشان إيه؟ تريح دماغك. فطبعا هنا عايزين ناخد بالنا إن ربنا لما بيتكلم كده بيقول يا خسارة إن أنا شايفها إيه؟ في حالة عرض وفي حالة خطية. وأبطل كل أفراحها وأعيادها ورؤوس شؤورها وثبوتها وجميع مراسمها. إيه رب الحكاية؟ قال يا جماعة هما هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه إيه؟ بعيد. عشان كده أنا عايز أقول لهم مش عايز منكم حاجة، لأن طبعا الأعياد والمواسم والحاجات دي كانت الفرصة لإيه؟ لتقديم ذبايح وتقدمات بطرق مختلفة. يعني لما ترجعوا لعهد القديم تلاقوا أول ناس عملوا صناديق التبرعات، بس كانوا بيحطوا فيها ذهب وفضة يعني، وكانوا يفتحوها كل شوية ويطلعوا الإيه؟ الذهب والفضة. فيعني أنا عايز أقول هنا بعد كل اللي ربنا عمله معاهم وإصرارهم على الخطية يقول أنا إيه؟ أنا مش عايز الأعياد ديت ولا رؤوس الشهور ولا السبت ولا حاجة، مش عايز حاجة منكم. وخرب كرمها وتينها اللذين قالت هو أجرتي اللذي أعطانينا محبية واجعلها وعرا فيأكلها حيوان البرية. خدوا بالكم يا جماعة، الكرم ده ثمن بيرمز لربنا، والتين بيرمز للمحبة. يعني بيقولوا التينة لما تتعرف تبص عليها تلاقي حتة ايه؟ روح صغيرة، دي زي ما يكون شعب الله. فهنا ربنا يقول لهم انا ايه؟ انا اللي عايز الكرمة، هنخرب الكرمة والتينة. ليه؟ لأنها راحت تجيبهم كأجرة للخطية. فإذا كانت دي أجرة للخطية ربنا مش عايزها. وأجعلها وعرا فيأكلها حيوان البرية. زي ما قلنا في الأول إنه هيمنع المية عنها، فتبقى وعر، تبقى حاجة كده حتة مقطوعة، وبالتالي يبقى بعد كده شيء طبيعي إن يأكلها حيوان البرية. وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخير وحريها وتدهن وتذهب وراء محبيها. أنا يقول الرب. أيام بعليم يعني يا جماعة الكلام اللي هم كانوا بيعبدوا فيه الأوثان، وربنا هيعاقبهم على الأيام ديت لأنهم كانت بروحهم. خدوا بالكم إن جنس الزينة كانت جزء من عبادة الأوثان، فكانوا بيتزينوا ويتجملوا وأبا لأخو ويحطوا حلي وذهب كل حاجة ممكن تتحط. والمشكلة إنها بتجري ورا الخطية. شعب بني إسرائيل بقى بيجري الخطية، عشان كده يقول وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا يقول الرب. صدقوني يا جماعة الكلمة دي يعني صعبة قوي. يعني تتصور ربنا يحس كده إنها راحت ورا حاجات تانية ونست ربنا. يا ريت كده كلنا نبقى فاكرين الكلام ده، لأنه صعب ممكن أي واحد يقع فيه. طب يا رب هتعمل إيه؟ ما أنت عملت كتير وما فيش فايدة. يقول لي يا جماعة أنا عايز أقول لكم لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب إلى البرية وألطفها. ممكن حد يقول الحكاية دي معناها ايه كده بالبلد في حياتنا؟ يعني
بيجي ورا كل واحد فينا ويطبطب عليه وبيحاول يعني ايه يلمس قلبه يلمس فكره يبتدي يعني ايه يبقى اتملقها كلمه جماعه يعني بيني وبينكم اتقالت على واحد هيزعل قوي يقول لك يعني انا بنتملق هو انا مرائي ربنا ما يهموش الكلام ده ربنا مستعد يعمل اي حاجه من اجل خلاص ولاده عشان كده اتملقها واذهب للبريه والعاطفه مش كده وبس واعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء مين يقول لي باب يعني مين يقول لي وادي عخور ده ايه تذكر فين نزل تقول سفر العدن يدي مشورة غلط لشعب بني إسرائيل علشان يهزمهم يعني المنطقة دي تتسمت كده لأنها مليانة بالخطية طب إيه تاني وقعة تانية في الكتاب المقدس داني الشيف لازم ندي جواز للناس دي يعني ناس مذكره جدا يعني مظبوط كده الواقعه الثانيه هي لما حصل ان كانوا في الحرب ربنا قال لهم ايه؟ ما يتاخدوش حاجه مش عايز حاجه وطبعا كانوا بياخدوا الغنيمه على اساس انهم هيقدموا منها ايه؟ ذبائح ربنا قال لهم ما تجيبوش حاجه فراح واحد هو عشان ابن كلمه راح ايه؟ سرق كده حته يعني زي فستان حلو كده او قماشه حلوه وحتى الدهب برضه بتاع وخباهم فلما جم عاي طبعا دي كانت قريه صغيره بالنسبه لايه؟ لعنكا فجم قدامها وايه؟ واتهزموا علشان كده ربنا بيقول يا جماعه اعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء يعني يا جماعه يعني ايه وادي عخور بابا للرجاء يعني الواقعتين اللي احنا حكيناهم سواء الواقعة اللي قالها الشريف ازاي سموها عخور في الاول مش لو انت قلت حاجة نمشي في الثانية الثانية عخان ابن كلمي يعني عايز نقول هنا عخان ده كان يعني صورة صعبة جدا وإصرار على الخطية وبيخبي وبيعمل وينتهي ان هو ايه يترجم رغم الصورة ديت لكن ربنا بيقول حتى لو كانوا يعني وصلوا مرحلة وادي عخور انا هنديهم بابا للرجاء سواء حمام وروح حمام بالعام او عخان ابن كلمي الاثنين ربنا هيديلهم هيدي بني اسرائيل باب للرجاء. هنا طبعا الغفران بيدي نعمه ومعونه للولاد ورغم ان هم ايه وهي تغني هناك ايام صباها وكيوم صعودها من ارض مصر. كلنا فاكرين لما طلع ابراهيم ده نفسه عمل ايه؟ قعدوا يسبحوا تسبحة موسى وكانوا في حالة فرح كبير جدا وحالة تسبيح وهنا ربنا شهوة قلبه ان هم يرجعوا الايام صباها كانوا شباب كده وصغيرين وبعدين اللي حصل ايه؟ ان هم حصل معاهم طلعوا من عند مصر بدأوا يسبحوا ربنا فربنا بيشتاق ان هم يعملوا كده بيقول كيوم صعودها من مصر
ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أنك تدعيني رجلي ولا تدعيني بعد بعلي. إيه الفرق يا جماعة؟ خدوا بالكم، بعل مرتبطة بإيه؟ ببعلين، يعني من فيها جانب عبادة أوثان. لكن لما تقول رجلي يبقى ما فيش إيه الفكر ده. وعشان كده رجع يقول: أنزع أسماء البعلين من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائه. عارفين يا جماعة، ربنا عايز يشيل الخطية من جدولها من حياتنا. عشان كده بيقول هيشيل أي حاجة على لسانها تخص الخطية، علشان خدوا بالكم يا جماعة، لما الواحد بيتكلم بحاجة بيعملها، يعني لما يبتدي يتكلم على الخطية بعد شوية نفسه إيه؟ بيقع فيه. فهنا بيقول لأ، هما يعني ما عادتش تتكلم ولا يجي على لسانها أبدا البعليم، ولا تذكر وما تقولش حتى اسمه، لأن اسمه هيجيب إيه؟ هيجيب فعله. وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكثر الفرس والسيف والحرب من الأرض، وأجعلهم مضجعين آمنين. مين يقول لي الكلمة دي معناها إيه يا جماعة؟ ربنا من بداية آدم بيحاول يعمل عهد مع الإنسان، لكن بيني وبينكم الإنسان بيطلع إيه؟ بيلعب في العهد. إيه؟ كان العهد بيني وبينه وبين آدم إن من جميع الجنة سما الجنة تاكل مع دريس. والعهد باظ، واتحكم على آدم بالموت. بعد شوية ربنا يعمل عهد تاني مع نوح. لما صعد الشر قدام ربنا ولقى ربنا نوح البار، جابه وبدأ يقول له ايه: انا صعد شر الناس دول قدامي ومش طايق ان انسبهم، ايه رأيك تعمل نوح تعمل فلك وتقول لهم اللي هيدخل فلك حيكون موت؟ الفلك ده اتبنى في كام سنة يا جماعة؟ 120 سنة. ال120 سنة يعني نوح كل يوم بيوعظ وبيقول لهم: يا جماعة ايه، توبوا وادخلوا الفلك. قال له ايه؟ تغرقوا. معلمنا بطرس الرسول يقول يا جماعة، يقول يا خسارة، عارفين الحكاية انتهت بإيه؟ خلص ثماني أنفس بالماء. يعني نوح والمدار والبضغام هما كده وخلاص. يعني الناس كلها قساوة القلب وصلت إن مفيش حد قال يعني إيه؟ طب يعني انجرب؟ لا، انجرب ليه؟ فعشان كده ربنا الحقيقة هنا يا جماعة بيقول: وأقطع لهم عهدا. هو مش عايز يقطع عهد معانا، لأن بصراحة يعني احنا ايه؟ أنا مش تمام. فيقطع لهم عهد مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، يعني يخليهم في وطيور الحاجات دي. ونفس الوقت وأكثر القوس والسيف والحرب من الأرض، وأجعلهم يضجعون آمنين. الحقيقة يا جماعة يعني كثير أوي إن ربنا يعمل كده. يعني هو بيحمينا من كل الحروب الشيطانية، وهو مسؤول إن يجعلنا ننام آمنين. يعني الواحد يبقى يا جماعة يبقى منتصر وفي سلام، وعارف ان ربنا يعني حيتصرف في
يعني هيقطع لهم عهدا. خدوا بالكم يا جماعه، احنا ساعات نشتكي من الايه، افكار حاجات اللي زي كده. ربنا يسوع قطع لنا عهدا وهو في التجربه على الجبل، علشان احنا ايه، الشيطان ما ايه يعني ما عملش زي ما عمل معاه، وفي نفس الوقت اجعلهم يضجعون امنين. اللي هيمشي مع ربنا، ربنا قال لنا شهر من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تقتنون انفسكم، واخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم، اخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب. ايه رايك لو ربنا خبط على باب قلبك وانا كان عايز نخطبك لنفسي؟ وخدوا بالكم يا جماعه، خطوبه ربنا لينا الى الابد، يعني هيضمن لنا ايه، حياه ابديه، وفي نفس الوقت هتبقى خطوبه ماشيه صح، هيخطب الناس بالعدل والحق والاحسان والمراحم. حاجه يا جماعه، في حاجه جميله يحكوها عن في القرن الرابع، كان فيه بنت اسمها كاترين. البنت دي كانت يعني ماسكه في ربنا قوي، وانتهى الامر ان هي وكان كل اللي شغلها في استشهادها العمل اللي السيد المسيح عمله على الصليب. ويقولوا بعد كده خدوا الجسد بتاعها ده وحطوه في جبل تجلي موسى، الجبل صار عليه التجلي بتاع السيد المسيح في وجود موسى، والجبل ده اتغير اسمه بعد كده بقى جبل ايه. ويقولوا ان هي كانت دايما ماسكه ويقولوا انها كانت لابسه خاتم صليب، يعني ايه، يعني مشغوله بعلامه معينه اللي هي تاكد على محبه ربها. ويقال ان بعض الاديره ما زالوا بيلبسوا الراهبات خاتم وفيه صليب علشان يقول لهم ان هم اتخطبوا للسيد المسيح. ويكون في ذلك اليوم استجيب، يقول الرب، استجيب السماوات وهي تستجيب والارض تستجيب، القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب خدوا بالكم رجع ربنا يقول هيحصل استجابه من الارض، يعني الارض اللي كانت جافه لو رجعوا لربنا وعاشوا حياه التوبه هتبقى الارض تطلع كل اللي هم نفسهم فيه. وطبعا ده نتيجه استجابه ربنا، والاستجابه ديت بيزرعيل، لان يزرعيل يعني الله ايه، يزرع. فهنا استجابه ربنا الجامده ديت، وان ربنا يتعامل معاهم بالطريقه ديت، بيقول لهم انا هنزرع اللي انتوا عايزينه وهنديكوا اللي انتوا، بس ما تعيشوش ايه في الخطيه والبعد عني. وازرعها لنفسي في الارض وارحم، واقول للعمى انت شعبي، هو يقول. خدوا بالكم يا جماعه، لما يقول ازرعها لنفسي في الارض يعني ايه؟ مين يقول يعني ايه؟ يا جماعه هو
شعب بني إسرائيل خلاص خلص معاهم، هجيب أمك جديدة يعني إيه؟ يعني جبها. ما هو زي ما قلت لكم في الأول، قال خصته وخصته وأنت قبلت، طب خلاص هعمل إيه؟ يسيبهم ويزرع ثاني لنفسي في الأرض، ولما تزرع تعمل يا ربي، حنرحمهم وحنعتبرهم من شعبي، أنت 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 شعبي، يقول أنت إلهي. يبقى هنا مجرد الواحد ويبقى واحد من شعب ربنا، على طول نلاقي انت بقى حنرحمك وحنديلك تبقى ولاد عم، تبقى في قرابة. ومن جانب تاني هتبقى بقى عهد ابدي. وده طبعا يا جماعه خدوا بالكم، السفر بيتنبأ عن السيد المسيح، لانه من بدايه السفر زي ما قلنا في الاصحاح الاولاني قال له هوشع روح خذ لنفسك ايه؟ امرأة زنين. وهوشع يعني الله يخلص. فيبقى السيد المسيح هينزل ويرتبط بالبشريه وهي عايشه في حياه الخطيه. وطبعا ربنا كان عنده رجاء قوي في مين؟ شعب بني اسرائيل. لكن يشوع بيكشف ويقول له ربي انا عايز اقول لك ان الجماعه دول مش هيعملوا حاجه ولا هيعني يرتبطوا بحاجه معاك، رغم انك انت مستعد ترحمهم، مستعد تخليهم من شعبك، مستعد تبقى إلههم، لكن ربي هم مفلين. ودي أخطر حالة يا جماعة ممكن الإنسان يوصلها، وهي قساوة القلب. يبقى القلب مش عايز لا يسمع ولا يتجاوب ولا يمشي خطوة لقدام في علاقته مع ربنا. طب يعني ايه نتيجة عناد الإنسان؟ ايه نتيجة عصيان الإنسان لوصية ربنا؟ سامحوني لا هاخد أرض ولا سما، لا في قمح ولا مستار ولا زيت ولا حاجة، يعني مفيش بركة ربنا في حياتهم. وفي نفس الوقت خدوا بالكم من بني إسرائيل، كانت العلاقة مع ربنا برضه فيها جانب إيه؟ جانب مادي. يعني إيه؟ لما يرضى على حد يديله بقى إيه؟ شوية قمح وشوية مستوى وكلام زي كده. فلما يمنع الكلام ده عنهم بيقول لهم خلاص انتوا ناس يعني سامحوني ما تستاهلوش العطيه ديت، فالارض تجوز بالنسبه لكم. ومن جانب الثاني تضيع السما. عشان كده احبائي نفسي نقرا الاصحاح ده ثاني ونشوف قد ايه ربنا بيحاول معانا علشان نتوب ونرجع. يعني يحكي الحكاية ويشتكي وبعد شوية يطلع ويتملق ويجي ورا الإيه؟ ورا النفس البشرية. ربنا يدينا نعمة ويدينا معونة كده عشان نقدم توبة ونفرح قلب ربنا ونوصل في الآخر إن إحنا فعلا نكون شعب الله اللي عايش في مخافة ربنا وبينفذ مشيئته في كل شيء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن. في حد عنده أي تأمل أو سؤال أو حاجة؟ أيوة تفضل. نصيب في ال هيكون للأمم اللي هي بعيدة عن ربنا. ما هي هو بص حضرتك، هو برضه الإصحاح كان بيحاول يشاور على الأمم، لأن شعب بني إسرائيل ازداد في القساوة ورفض التوبة ورفض إنه يرجع لربنا. فبس دي كانت نبوة عن العهد الجديد، لأن هو ده اللي حصل مع السيد المسيح.